قامت حفل تكريم الطلبة الأوائل لجميع المراحل كما علمت، وهي نوع من شكر التميز وحث الآخرين على الاجتهاد. هناك خصلة كما تعلمون في البشر جميعا هو المنافسة الشريفة. هذه مبادرة طيبة إن شاء الله تتكرر في بقية الكليات وبقية الأقسام، وأنا أشكر عمادة كلية العلوم الإسلامية على هذه المبادرة. أتمنى الموفقية للطلاب الأوائل، وإن شاء الله يعني يستمرون بهذا التفوق، كذلك الطلبة الآخرين أتمنى يكون هذا التنافس الشريف أن يعني يكون دافعا لهم لكي يتغلبوا على الأوائل هذه. رئيس الجامعة ومعاون العميد والسادة العمداء جميعا على مبادرتهم الكريمة. بالنسبة لهذا اليوم هو الاحتفال بتكريم الطلبة الأوائل، فشكرا لجهودهم ودعمهم ورعايتهم لنا. نشكر الجامعة الإسلامية كلية العلوم الإسلامية على هذه الخطوة المباركة، خطوة تشجيعية للطلبة صراحة وتوفيقية. نحتاج لمثل هذه الممارسات وهذه الخطوات التشجيعية كي يخرج الطالب أفضل ما لديه، سواء في كلية العلوم الإسلامية أم في غيرها، وهذه من الأشياء المباركة في الجامعة. نشكر العمادة، حضرة العمادة الدكتور هادي التميمي والدكتورة فاطمة السلامي. نشكر رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور عمار السلامي، ونشكر الدكتورة فاطمة السلامي على هذه المبادرة الطيبة منهم لرفع روح المنافسة بين الطلبة.